السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدد نسائم الأزهار في وطني وعدد قصائد الأشعار في بلدي أهلا بكم بمقدار فرحتنا بقدومكم ومرحبا بكم بكل ما في الكون من فرحة وسعادة تحية إليكم من أفئدة تنبض بالمودة وأرواح تسكنها المحبة لو علمت الدار من قد زارها فرحت واستبشرت وأنشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل العلم والجود والكرم نحييكم جميعا من مدرسة الكويت الإنجليزية التي لا تغيب شمسها بأجمل الكلمات وأعذب المعاني Your Excellencies Mr. Chairman Mohammad Jassim Al-Saddah as well as Dr. Salman Al-Lafi's honored guests. Good evening and welcome to Kuwait English School. It is our pleasure to present an inspiration for success with this country's beautiful theoretical offering in a mesmerizing show filled with excitement and joy. It gives me great pleasure to introduce our Vice Chairman, Madame Naila Al-Saddah, to the stage to deliver the welcome. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الدكتور سلمان اللافي حفظه الله مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص حضرات سيداتي والسادة نتفق جميعنا أننا افتقدنا هذه اللحظات الجميلة والتي غابت عنا لمدة تتجاوز العامين حقا إنها فترة طويلة ولكن ما يفرحنا ويبعث على الطمأنينة أننا واصلنا منح التعليم إلى أبنائنا ولم يكن ليتحقق هذا النجاح لولا تعاون الجميع لاستمرار العملية التعليمية بكل ثبات وأخص تحديدا دور الإدارة العامة للتعليم الخاص والاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة الذين كانوا وما زالوا خير داعم لمدارسنا بتفهمهم ومساندتهم ودعمهم اللامحدود فشكرا جزيلا لهم ونتمنى لهم التوفيق دائما وأبدا شعوري ممزوج بالفرح والفخر معا بالفرح لعودة أبنائي وبناتي إلى مقاعد الدراسة متحمسين مستعدين لدخول العالم الفعلي لليوم الدراسي بعدما كانوا يحضرون كمجموعات تتبادل الحضور أسبوعيا فها هي الدراسة تعود كما كانت وبالفخر لأنني وجدت أبنائي ينهلون العلم بكل قوة لا يشكل حضورهم أو تواجدهم بالمنازل عائقا أمام تعلمهم وبالفخر أيضا بوجود هيئة إدارية وتعليمية سعت جاهدة وبكل قوة للقيام بالعملية التعليمية على أكمل وجه خلال هذه المدة السابقة ومدرسة الكويت الإنجليزية وهي تحتفل بمرور 43 عاما على تأسيسها لتفخر بطلابها وهيئتها الإدارية والتعليمية وجميع من عمله ويعمل بها بإخلاص وتدعو الله أن تظل كعهدها منذ بدايتها عام 1979 وحتى يومنا هذا منارة تشع نورا في سماء التعليم المميز في الكويت وفي خضم هذا التمازج من الفرح ونحن نحتفل بالعديد من المناسبات السعيدة التي طالما افتقدناها نستحضر شهر فبراير شهر العزة والفخر شهر الوطنية وحب الأرض والذي يحتفل فيه أهل الكويت بالعيد الوطني وذكرى يوم التحرير ها نحن نجسد فرحتنا بكل ما سبق عبر تقديم هذا الأوبريت الجميل الذي سيبقى ذكرى تخلد حب الوطن وحب العلم وحب مدرسة الكويت الإنجليزية أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you, Madame Naila, for your kind words. جزيل الشكر للسيدة الفاضلة نائلة السداح. أما الآن فمع كلمة من الدكتور سلمان اللافي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص راعي الحفل.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السادة الأفاضل مدرسة الكويت الإنجليزية وجميع العاملين بالمدرسة والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشرف لي أن أشارك في احتفال مدرسة الكويت الإنجليزية بمناسبة مرور 43 عام على تأسيسها والمتزامن مع احتفالاتنا الأعياد الوطنية المجيدة لدولتنا الحبيبة الكويت هذه المدرسة التي كانت ولا زالت رافدا من روافد العلم في دولة الكويت بعطائها ومخرجاتها التعليمية المتميزة والتي تحصد باستمرار على المراكز المتقدمة في جميع المجالات على مستوى دولة الكويت وعلى مستوى العالم وهذا النجاح يعود إلى جهودكم المخلصة والمتفانية مع أبنائنا وبناتنا الطلبة كما تشمل مدرستكم أيضا رعايتها لفئة مهمة من فئات مجتمعنا وهي فئة أبنائنا من ذوي الإعاقة والذين تقدمون لهم أرقى الخدمات التعليمية والتأهيلية أكرر شكري لكم ولجميع الأخوة الأفاضل مؤسسي المدرسة الكويت الإنجليزية كذلك الجميع العاملين من الهيئة التعليمية والإدارية وأبنائي وبناتي الطلبة وأتمنى لكم مزيد من النجاح والتقدم إن شاء الله The end.
يفرش لي درباني من نور العلم ليهديني ويريني كفا حانية ترعاني في كل شؤوني مدرسة الكويت الغالية جهول تحميني إن راح بغيري باطله فيقيني بالله يقيني مدرسة الكويت الغالية من كل جهول تحميني إن راح بغيري باطله فيقيني بالله يقيني ديني أوصاني بعلوم وعلومي أوصت بالديني ديني أوصاني بعلوم وعلومي أوصت بالديني Thank you.
أخوة النور الكبيرة واعتلينا العزم شمس المسيرة البداية خطوة جبارة وعظيمة صوب غاية تبتغي جد وعزيمة البداية خطوة جبارة وعظيمة صوب غاية تبتغي جد وعزيمة من صدق فعلة وضولة دارت الأمجاد حولة الأمجاد حول ومن بدينا النور الكبيرة واعتلينا عزم شمس المسيرة من بدينا النور الكبيرة واعتلينا عزم شمس المسيرة شارك في السلام وفي المعارك وللمعالي الدار طيرة صارت الأمجاد أرحاب شعبنا يبارك ويشارك في السلام وفي المعارك وللمعالي الدار طيرة صارت الأمجاد أرحاب وخيرنا للناس أقرب تشهد الشمس المنيرة خيرنا للناس أقرب تشهد الشمس المنيرة وخيرنا للناس أقرب تشهد الشمس المنيرة تشهد الشمس المنيرة ومن بدينا النور الكبيرة واعتلينا عزم شمس المسيرة من بدينا خطوة النور الكبيرة واعتلينا عزم شمس المسيرة البداية خطوة جبارة وعظيمة صوب غاية تبتغي جد وعزيمة البداية خطوة جبارة وعظيمة صوت غاية تبتغي جد وعزيمة من صدق فعلة وقولة دارت الأمجاد حولة من صدق فعلة وقولة دارت الأمجاد حولة دارت الأمجاد حولة لا لا لا
قلوبنا
Ladies and gentlemen, Mr. Chairman, honored guests, Dr. Salman, Madam Noura, it is my great pleasure on behalf of Kuwait English School to pay our gratitude to our school chairman, Mr. Mohammad Jassim Al-Saddah, for his vision, and the patronage of the General Director of the General Department of Private Education in Kuwait, Dr. Salman Al-Lafi, for the inspiration which brings about such a fantastic spectacle. What can we say? Absolutely fantastic. To you, the students, the dancers, the choreography, the music, the singing, it was the best. A few mentions to some honored guests. Thank you for attending this evening. President of the PSU, Madam Noura Al-Ghanim. Thank you for attending. I would also like to say there are so many people that I need to say thank you to. Dr. Yaqoub Al-Subaie, the writer. Anwar Abdullah, the musical director. Mr. Abdullah Abdul Rasoul. The choreographer, Mrs. Masoumeh Balushi. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة شكر الحقيقة لا تكفي للتعبير عن هذا العمل الرائع الذي شاهدناه هذا المساء ولكن لا بد من توجيهها لطلبة مدرسة كويت الإنجليزية وكل العاملين في هذا الحفل الرائع الذي شاهدناه وبهذه المناسبة أرحب بالدكتور سلمان اللافي مدير عام التعليم الخاص في وزارة التربية هذا الرجل الذي ساندنا وساند التعليم الخاص بشكل عام لمواقفه الطيبة ومواقفه التربوية التي تنم عن رغبة في النهوض بالتعليم الخاص
الحقيقة أن التعبير عما شاهدناه هذا المساء قد تكون كلمة تعبير قليلة فيما شاهدناه، لأنه عمل رائع بكل معنى الكلمة. ولذلك أكرر مرة ومرات عديدة شكري الجزيل والكبير لكل العاملين، لكل من قدم في هذا العمل، وأخص بالذكر منهم مخرج هذا العمل وموسيق ومقدم الموسيقى الأستاذ أنور عبد الله، الذي عودنا دائما على الإبداع فيما قدمه من خدم من أعمال فنية كبيرة سبقت هذا العمل، وكل يعرف أعمال المدرسة الترفيهية التي قدمت فيما في السابق. بهذه المناسبة أود أن أشير إلى أن المدرسة اليوم تحتفل بالذكرى 43 منذ إنشائها، ولكن حقيقة أن المدرسة قامت قبل ذلك بعام كامل بجهود 3 أشخاص: الأستاذ محمود بديوي الذي كان مديرا في المدرسة، والسيدة روضة إليزابيث محمود التي كانت ناظرة المدرسة في المرحلة الثانوية وكانت مديرة الفنية. الحقيقة في هذه المناسبة أنا أقدر وأقدم كل الشكر والثناء لهذين الشخصين. لأنهما مع جهودي المتواضعة قمنا بجهد كبير جدا في العام 1978. الحقيقة أنا لا أنسى جهد الأخ محمود عندما كان يدور بسيارته في منطقة سلوى للبحث عن مكان مناسب لقيام هذه المدرسة، ولا أنسى أيضا جهد السيدة روضة إليزابيث محمود عندما كانت تحضر لقيام المدرسة بجهد متواضع لنوع المنهج ونوع المعلمين والتعاقد مع المعلمين وأشياء كثيرة وكثيرة جدا قام بها هذان الشخصان، الأستاذ محمود بديوي والسيدة روضة إليزابيث محمود. فلذلك أقدم شكري مرة ثانية وأرجو منكم جميعا التصفيق لجهد هذين الشخصين. لأنهما يستحقان الشكر، لا يعرف الجهد إلا من يجابه. الحقيقة سنة دراسية كاملة قبل قيام المدرسة، وهذان الشخصان قاما بجهد كبير في البحث عن المدرسة، عن موقع المدرسة، والبحث عن المدرسين والتعاقد عن المدرسين والمنهج ونوع المنهج وأشياء كثيرة جدا. الحقيقة لا أملك إلا أن أقدم وأقدر هذا الجهد الكبير الذي قام به هذان الشخصان. كما لا شك أن الآن في هذا الوقت بالذات أقدم شكري الجزير لكافة المعلمين وهيئة التعليم في المدرسة من المرحلة الثانوية إلى مرحلة الروضة، وأخص بالذكر الأستاذ مستر برايس لأنه قام بجهد كبير في المرحلة الثانوية وهو الآن يقدم أمانة أمام القوة. بالمناسبة طبعا لا أنسى جهد بنتي السيدة الفاضلة نائلة محمد جاسم السداح والسيدة الفاضلة رولا محمد جاسم السداح. الحقيقة من قام بعمل المدرسة
أشخاص كبيرون كثيرون كثيرون جدا، منهم من قضى نحبه رحمه الله، ومنهم من عمل واجتهد ثم عاد إلى بلده، ومنهم ما زال يواصل جهده، وفي مقدمتهم الأستاذ برايس الذي لا زال يعمل معنا مدة أكثر من 20 عاما، وهو يخدم ويقدم جهده في تنمية هذا الصرح التربوي الكبير. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أريد أن أختم كلمتي بالشكر الجزيل جدا للدكتور سلمان اللافي الذي شرفنا بحضوره هذا المساء، وشرفنا بمساهمته بإلقاء كلمة منه لنا وبكلمة توجيهية. وأنا الحقيقة أكرر شكري له وشكري لكافة العاملين في هذا الجهد الرائع. يا جماعة، الكلمات قد تعجز عن ما يمكن أن يقدمه الإنسان، ولكن أكرر شكري مرة ثانية لبنتي نائلة ورولا، كما لا يمكن أن أنسى الجهد الكبير مرة أخرى الذي قدمها كل من مستر محمود بديوي والسيدة روضة إليزابيث محمود، فأرجو تقدير هذا الشغل بالتصفيق لهما. لا أريد أن أطيل عليكم، بهذه المناسبة أريد أن أكرر شكري لحضور السيدة الفاضلة نورة الغانم لتشريفها معنا ومساهمتها معنا بحضور هذا الحفل التربوي الكبير، وشكرا جزيلا. Mr. Price, only one point. نود التنويه بتقديم الشكر الجزيل للسيدة مي المتعب وروان الضياف على تصميم وتنفيذ الأزياء لهذا الأوبريت الرائع. شكرا. أهم. I think one big spectacle, fantastic performance, and Mr. Ehab.
I'm